السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف جمعة. دلوقتي يا جدعان، دلوقتي ده أول فيديو على اليوتيوب، ده أول فيديو ليه على اليوتيوب. ودلوقتي يعني ده يعتبر الفيديو بتاع ده فيديو بتاع افتتاح القناة. وقبل ما نبدأ برضو الفيديو لازم أنا أقول لكم، هو الفيديو ده مش فيديو، ده فلوج. في الفلوج دون سامحوني إذا كنت بتاتا في الكلام. وفي الفلوج دون عاوز أقول لكم شوية حاجات اللي انا يعني اقول لكم حاجات ليا يعني شخصيه بيا. انا دلوقتي اسمي يوسف جمعه، ومن عيله اسمي يوسف جمعه. دلوقتي انا فاتح قناه على اليوتيوب، مش واخدها يعني. في ناس تقول لك ده، في ناس بيقول لك ده واخدها عشان الفلوس. لا، الحمد لله ربنا مديني، الحمد لله مش مديني. انا واخدها هوايه. واخدها ليه؟ ان انا يعني امشي في الشارع، الا استحبني واحبها، يسلموا عليا، يخافوا عليا واخاف عليهم، يبقوا اخواتي. طول ما انا رايح الاقي اخواتي في الطريق وهنا وهنا. فانا دلوقتي يعني واخدها عاديه دلوقتي. والله انا واخد الموضوع ده من زمان، وكان نفسي اطلع فيه، بس والله كان في ظروف. وهي الحكايه مش حكايه فلوس والله، بس يعني كان في حاجات، وكان في ناس صحابي كانت عاوزه تطلع فيه، وان شاء الله ممكن تلاقوني انا واصحابي. وفي ناس عاوزه تطلع معايا، بس راهي ربنا يسهل. وانا دلوقتي يا جماعه معلش اذا كنت بتاتا في الكلام ولا حاجه، بس ده عشان اول فيديو ليا، وانا يعني خايف شويه بصراحه. فانا دلوقتي مش واخدها في حكايه فلوس، انا واخدها هوايه. هوايه اني عادي ممكن اعمل اي حاجه مش فلوس. لا، ده انتوا هتلاقوا تبرعات وهتلاقوا حاجات تانية كتير، بس هي مش حكايه فلوس والله. دلوقتي انا في سنه تالته اعدادي، انا في ثالثه اعدادي. ثانيه يا جماعه، بصوا يا جماعه، دلوقتي انا سني، انا في ثالثه اعدادي، سنه ثالثه اعدادي، عندي 15 سنه. ودلوقتي انا الحمد لله بفضل الله انا مسلم. واني يعني مش بكبر، لا، انا بحب ان انا مسلم، الحمد لله رب العالمين ان انا اتولدت وانا مسلم. ودلوقتي الحمد لله على حالتنا احنا، الحمد لله. انا مش واخده بكررها لكم، عشان انا مش واخد موضوع اليوتيوب ده على فلوس. لا، انا واخده كهوايه علي. امشي في الشارع الاقي ناس تحبني واحبها كده، بدل ما تمشي في انا بمشي في الشارع والله، بمشي كده اهو، ما بلاقيش حد معايا ولا سلم عليه ولا يتصور عادي. انا واخدها كحب، اللي عاوزكم تحبوني وعاوزكم تدعموني في فيديوهاتي الجايه، الاقي دعم كتير وناس بتحبني، بتحبني من قلبها. دلوقتي انا معلش بس عشان وفي بدايه الفيديو دول، انا احب اقول لكم ان انا يعني مسلم. احب اقول اخواتي المسلمين واخواتي المسلمات، كل ذكر وانثى مسلم، احب اقول لكم صلوا. يعني الصلاه دول ده اللي الحصاله اللي بنحوش فيها عند ربنا، دي حاجه سبحان الله. اللي عاوز يخش الجنه يصلي، يصوم، يزكي، يعمل حاجات اللي هي تحب ربنا، مش يغضب ربنا. اللي انا في البلد اللي انا فيها، انا في محافظه الشرقيه، دلوقتي بشوف ناس ماشيه، اللي بيشرب سجاير، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيشرب كذا، اللي بيعمل كذا، اللي كذا، يعني حاجات ما تتوصفش. ودي حاجات غلط، ان ديننا ما قالكش اعمل كذا، ديننا قالك صلي وصوم واعمل سنه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انا الحمد لله بفضل ربنا انا ماسك مسجد اسمه مسجد حراء، وهبصور لكم فلوج وانا هناك، واقدم لكم فيه كل حاجه هعملها معاكم. دلوقتي ده زي ما قلت لكم ده فلوج تعارف. ودلوقتي انا هوريكم تحديات ومقالب، وهوريكم افكار جديده، حاجات يعني ممكن حد ما عملهاش. وسامحوني اللي لو انا ازعجتكم، معلش بقى ازعجتكم، لو ازعجتكم في اي حاجه، لو انتوا بتتفرجوا يا ريت تدعموني. وقبل كل ده يا ريت لو انتوا بتتفرجوا عليا والاذان ادى، لازم تصلوا، لازم بالصلاه. دلوقتي يا جدعان يا ريت تدعموني، تتكوا لايك وتعملوا الاشتراك، اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس. بالله عليكم انا عاوز دعم كده، اللي انتوا لو دعمتوني ولقيت ناس حبتني في الفيديو ده، الفيديو في اللوج ده، لو لقيت ناس شافت وحبتني وكتبت لي تعليقات جميلة، وهب ربنا لابدأ لكم فيديوهات جميلة. انا في دماغي كذا فيديو، يعني مش هنزل لكم. في ناس في اول ما بتبدأ بتنزل كل شهر وكل شهرين، لا، انا ان شاء الله هنزل لكم كل اسبوع فيديو لحد ما نستقر واخلص امتحاناتي. انا دلوقتي في تالتة اعدادي، اخلص امتحاناتي بس واعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. بدل ما كل اسبوع فيديو، هتلاقوا كل يوم يوم يومين هتلاقوا فيديو نزل. فان شاء الله انا يا ريت الاقي دعم منكم،
لان انا محتاج الدعم ده. وانا يعني قلت لكم مش هقولها تاني، هي مش حكاية فلوس، هي حكاية هواية. انا الحمد لله ربنا سترها معايا ومع اهلي، بس هي حكاية هواية. دي حاجة. اللي ايه اللي انت دلوقتي فاضي، يعني احنا دلوقتي قاعدين فاضيين، اه هنذاكر وهنعمل كل حاجة، بس انا واخدها هواية. حب فيكم، اللي انا بحبكم، اللي انا نفسي الاقي ناس بتحبني. يعني انا يعتبر وحيد، ماليش صحاب تحبني. انا نفسي امشي في الشارع الاقي ناس تمشي معايا وتحبني، وي وي نفسي في كل ده والله. وده بيكم انتوا، انتوا ادعموني واعملوا واعملوا، انتوا ده بيكم انتوا. لو ادعمتوني وربنا يعني ده هكون انا اسعد، يعني مش اسعد حد في البلد، لا انا هكون اسعد واحد في العالم لو انتوا ادعمتوني. دلوقتي انا هنزل لكم فيديوهات، وان شاء الله فيديوهات هتعجبكم. وما تزعلوش لو انا نزلت لوحدي، ممكن انزل لوحدي، ممكن الفيديو ما تعجبكوش، لا انا ان شاء الله هجيب واحد معايا او اتنين صحابي عاوزين ينزلوا معايا في اليوتيوب، ممكن يجوا ممكن لا. يعني ممكن الاقي تلاقوا فيديو انا نزلت فيه لوحدي، ممكن هما يجوا معايا، فحسب الظروف. هما موجودين هينزلوا، مش موجودين انا هنزل لكم فيديو، هنعمل لكم تحديات، وفي مقالب هنعملها فيهم، وفلوجات هنخرج لكم ونعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. بس دون يعني اول فيديو، فياريت الناس، في ناس ما بيبقاش ليها دعم من اول فيديو. انا نفسي انزل الفيديو ده يومين الاقي الناس بدأت تعمل لايكات واشتراكات والحاجات دي، وانا هتبسط بجد. فياريت تشتركوا في القناة. ودي نهاية فلوج النهاردة، ومعلش لو طولت عليكم فيه. ودلوقتي اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة، احلى ناس.